إلى حسن مأمون، إقبال حسين، الفاظ، عدي الفاظ ويسجل. جول حلو يستاهل الفاظ، كل الالفاظ اللي بتطلق عليه. هذا لاعب متمكن، وكنت ذكرت في مباراة منتخب بنغلاديش مع منتخبنا الوطني أن هذا لاعب متمكن جدا، والتعاقد معاه من الأندية والله أمر ممكن جدا. هذا اللي عاد أشوف قذيفة، والله يعتبر واحد من أحلى الأهداف، واحد من أحلى الأهداف اللي سجلت حتى الآن. منتخب بنغلاديش 1 نوتريد، مقصود امين، محمد الفاظ، الفاظ يحاول يلعب مره ثانيه، دخل الجزاء ودخل الجزاء، كره حلوه ممتاز، هذا لاعب محمد الفاظ وسجل هدف الثاني. لاعب متمكن، شوف داخل منطقة الجزاء ومن زاوية ضيقة جدا استطاع أن يسجل الهدف الثاني لفريق منتخب بنغلاديش. قوية داخل المرمى، شوف زاوية ضيقة جدا، ولاعب مناخ، اذا نازل مناخ نازل، وباترسون طالع، ملعوب ناحيه اليسار، وانطلاقه جيده، ودخل من الجزاء، وتيتو يبعد، تيتو ترجع مره ثانيه وتكمل، والهدف الثالث، الهدف الثالث لمنتخب بنغلاديش. من منتخب بنغلاديش، مقصود الامين، عادة لما حارس المرمى بعدها ارتدمت وتابعوها وكملت الى داخل المرمى ليسجل منتخب بنغلاديش.